يعني ما هلا رح نروح هيك لعالم الصحه شوي والتغذيه يا نور بفقراتنا الصباحيه لليوم. يعني يرغب الكثير من مرضى الكلى في صيام شهر رمضان رغم المشاكل يلي قد تواجههم بحال اهمال بعض الاجراءات اللي بتجنبهم مضاعفات نقص المياه. وفهل يستطيع كل مرضى الكلى الصيام؟ وكيف لازم يكون نمط غذائهم ونمط الشراب ونمط شربهم للمياه؟ كل هاي التفاصيل رح نتعرف عليها أكثر مع دكتورة ثواب الغبرة اختصاص تغذية. أهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم يا رب. علينا وعليكم يا أهلا وسهلا. رمضان كريم، اشتقنا عليك. كيفك؟ أنا كمان. خلينا من البداية نحكي تأثير الصيام. كثير منا يمكن معه بعض الأمراض وحابب فعلا يمارس طقوس شهر رمضان المبارك. تأثير الصيام على مرضى الكلى؟ هلا ان شاء الله هو تاثير ايجابي. كل العالم تفكر انه الصيام بيأذي الكلاوي وبيأذي الامور هي. في حالات ما بنخفي عنها انه في ادويه بدها تتعاطى بوقت معين وهالقصص هي كلياتها. هلا ما بنقدر نشمل حالات مرضى الكلى بحاله واحده. الشيء الثاني غير انه حالات المرضيه، اي انسان ممكن يتعرض لكريزه رمل، لكريزه كلاوي، اذا ما عرف يتعامل مع الماء بشكل صحيح بفتره شهر رمضان وخاصه وقت بده يفوت يهجم الصيف علينا. هلا حاليا نحن بفتره صيام تقريبا ما يعادل بين ال 15 ل 16 ساعه. وهلا بالنسبه لنا في ذكاء بالتعامل مع الماء. ما لا بنعرف نحن نحطه كيف نمنع حالنا من الماء، ولا بنعرف كيف وقت يأذن المغرب كيف نتعامل وندخله لاجسامنا. فبتلاقيهم اول ما افطروا الصائمين فاتوا عندك على كبايه المي، اكلوا بعد الوجبه مباشره ابريء من العصير ومن الامور هي كلياتها، وبيفكروا انه اذا شربوا عصير شربوا سوائل، لانه الماء اللي بيكون مرافق السكر يحتجز وليس بيكون بالماء الحيوي اللي هو بين الشيء اسمه بالاوعيه الدمويه. لذلك بيفكروا اذا شربوا ماء وهالقصص هي وتمر الهندي والعرق السوس والهي انه شبعوا رواياهم عندك اياها بالماء اللي بحاجته له الكلى تغسله. في عنا شغلتين بالجسم، هو السائل المحتبس والسائل الحيوي. هذا كثير بدنا نفرق بيناتهم، لذلك بتلاقي امن على السفره متخوم وهالقصص هي. اذا بدنا نرجع على مريض الكلى بالذات، فينا نقدر حتى نستفيد من شهر رمضان المبارك باعاده تنشيط الكلاوي بشغلات كثير، خطوات رائعه. انا مع انه ما نشمل الحالات بكل حاله واحده، انا مع الانسان ينتبه على كلاوي حتى لو كانت كلاوي شغاله وكل الامور. طيب شو هي الطريقه السليمه للتعاطي مع الصيام والاستفاده منه بشكل ايجابي بحيث ننظم شرب المياه وشرب المشروبات اللي قلتي لنا انه في مشروبات مضره لمرضى الكلى وفي مشروبات فعلا بتكون مفيده له؟ هلا بالبدايه اول شيء الانسان بيحسب الكتله تبعه، مثلا وزنه 60 وزنه 70. عندنا قاعده نحن بتقول لك كل الاجسام ان كانت صغيره ولا كبيره من اكواب يوميا بالحاله العاديه بنكثرها بفتره الصيام للعشر اكواب. وبتتوقع وتفرق شيء بالواقع الطبيعي ما بين شفقات عليهم غير بالعصاير هي فقط. صح. هي نقطه بالشاي وبالسكر. بالضبط وفكرين انه هاي سوائل. اللي بيهمني امره الانسان عندك 60 كيلو يحتاج الى 6 اكواب، 80 كيلو 8 اكواب، كثير بكررها هي. انسان مريض غده درقيه او انسان بيتعاطى ادويه هرمونيه او ادويه اكتئاب يمنع له ادخال السوائل على دفعه واحده لانه فورا هي تحتجز. بدنا نعرف اي انسان اكل ماده سكريه او ماده مالحه. هلا نحن عندنا الجزيء الجلوكوز بيحتجز معه 6 جزيئات ماء. لذلك نحن بنقول مشكلتنا بالسكر الدم مو فقط اكلات السكر والحلويات، مو فقط امتى بدي احرقها ولا ما احرقها، هي معها بتعمل جيش انكشاري من السائل المحتبس. ونفس الشيء جزيء الان اي سي ال، لكن الان اي سي ال بيحتجز اكثر بالسوائل المحتبسه. ففي شيء اسمه سائل فوتت ماء على جسمي بس انا ما استخدمته بتنظيف الخلايا بسرعه عمليه سرعه توصيل المواد الحيويه للخلايا، حجزته اصبح حيكون عبء علي عوض ما يكون عندي شيء الافضل لي. دخل المغرب اول شيء من بالريقنا بكوب ماء مع تمره، بس اللي بيهمني امره انه انا ما كتر نسبه الماء بشكل كثير كبير. بدي حافظ على قاعده سلسوني طعامك سلسوني شرابك سلسوني نفسك، والا بيختل توازن العصارات الهاضمه داخل معدتي، فبصير عندي عسر هضم للبروتينات وتدشؤات للناس اللي عندها حموضه، وبصير عندي مشاكل كثير عاليه للناس اللي عندها مشاكل اساسا كولون ونفخه وغازات.
الشيء الأهم من هيك ببلش بدي أتدرج أنا بشرب الماء بشكل تدريجي، يعني بحطه هلأ مع كاسة الشاي الأخضر، بحط شوية مي، قنينة مي قدامي، كل شوي شوي بيرتشف الماء ارتشاف حتى ما يكون فرد دجة عندي، حتى ما ينزع لي عملية الهضم. الشيء الأهم وقت بحس حالي بدي أعمل عملية الارتواء لذة العطش بفترة الصيام، بأخذها أول عندك ياها بشرب على الماء على 3 دفعات، وهي من سنة سيدنا رسول الله. الفكرة الأساسية اللي بيهيني فيها هي بتعمل عملية عندها توازن للحرارة على كل أسلوب الأنبوب الهاضم، وما بزعج صير الكبد تبعي. بنشرب على القاعد ما بنشرب على الواقف. برجع على بقول، بقعد بحكي للناس اللي عندها مشاكل تاريخ رمل او هالامور هاي كلياتها. في عنا نوعين من الرمل، في عنا ناس عندها مشاكل رمل والحصى تبعها والاوكسالات، وفي ناس الحصى تبعها طبيعه البلورات يوريا. كثير مهم يتعرف الانسان اللي عنده رمل او حصى شو نوعيه الحصى تبعه. اللي بيهمني امره الاشياء اللي بدي اتعامل مع الرمل هي المي والليمون. المي والليمون مصيبة للرمال بفترة الصيام. كتير بيهمني فنجان مي أنا أكسره بشوية ليمون وأشربه، حتى بيفيد لتقليل امتصاص المادة النشوية بعد فترة المغرب. هذا إذا كان في عنا مشاكل رمال. هلأ إذا كان عنا مشاكل قصور وفشل وهالقصص هاي، وفتنا بعامل الكرياتينين المرتفع، كتير مهم إذا إنسان صايم مع استشارة طبيبه، مع استشارة طبيبه بحط عليها تحت خطين، إنه يستأذن من طبيبه ويتعاطى كمادة غذائية مادة اسمها الصمغ العربي. هاي المادة مندوبها بشوية ماء فاتر، كمان ناخدها فترة التراويح، هاي بتخفض امتصاص الكرياتينين الغذائي، بتخفف الجهد على الكلاوي حتى ما ترتفع وظائف الكلى بهالمادة هاي عنا ياها. هاي مادة رائعة جدا لرفع نشاط الكلية ومحاولة صيام الإنسان الصائم اللي عنده مشاكل قصور أو مشاكل ارتفاع بالكرياتينين بالذات. الشيء الأهم كمان بالنسبة لنا إذا كان عندنا مشاكل مشاري بولية أو التهابات أو امتعانات، وتعرض المريض لأدوية التهاب قوية جدا هدت له منظومته المناعية، فكتير مهم ياخذ يتعاطى مادة اسمها عندك يعزز الخمائر الهاضمة بعد أدوية التهابات كتير عالية. وعلى فكرة أدوية الالتهابات للمشاري البولية غالبا بتوصل أحيانا لشيء اسمه الإبر. فنحن وقت بيكون وصل لهالكورسات الثقيله وهالامور هي وحابب يصوم ويرجع يرفع منظومته المناعيه، في مواد اسمها بعلم الطبيعه اسمها توت العلاق. هذا توت العلاق يمنع التصاقات البكتيريا اللي بتمشي بالمجاري البوليه، فبيخلي للصائم يصير عندك اياها قدره اقل اكثر عفوا على رفع مناعته وعدم اخذه لهالابر القويه جدا اللي هي فعلا بعد فتره معينه بتعمل هددان بالجسم، وحتى والحراره بالصيام وقت بتظهر ما بيقدر الانسان الا بده يضطر يفسد صيامه بخافض حراره باي شيء، فبتلاقي حاله ما عاد قدر حاله يشق محرمه، وخاصه التهابات المجاري البوليه. هي مرهقه التهابات المجاري البوليه ومشكلتها انها بتستمر فترات طويله. فهذا التوت العلق يمنع التصاق البكتيريا اللي بدها تتشكل مره ثانيه بتكاثر البكتيريا اللي بعدها. كيف بنشربه لتوت العلق؟ توت العلق في عندك مستحضرات دوائيه نباتيه فيه، اي اولا. رقم 2 بالنسبه لانه بده يسال عن المستحضرات الطبيعيه عندك اياها، اذا اخذ مغلي توت العلق، وحتى اوراق التوت رائعه جدا لالتهاب المجاري البوليه، وحتى كمان مغلي القريص. هلا هي النباتات يمكن ما كثير نحن شائعه ناخذها، بس مو غلط بفنجانه يحط عندك اياها مثل ما بيقولوا معلقه ويسكب عليها الماء الساخن ويحطها مع مثلا فنجان الشاي، فنجان المتي، المشروبات الساخنه، البابونج الساخن. هلا اللي بيهمني امره انه انا عنا المشاكل الكلى بفتره الصيام قد تواجه واحد طبيعي، يعني مو فقط يفكر انه هاي الحلقه مهمه لناس اللي عندها مشاكل كلى. غالبا دكاتره الكلى ما بيصوموا مرضاهم بفتره الصيام، خاصه اذا كانت درجات القصور عاليه. تماما. اللي عنده غسيل يعني حتما في له طقوس معينه وبيتابع طبيبه فيها. صحيح، بس في ناس كثير ما بتحب تشرب مي، يعني في عندها مشاكل صحيه وعندها مشاكل بالكلى، بتقول لك انا حتى لما تكون صايم يعني حتى لو يكون صايم لساعات طويله بياكل بينسى اساسا، بعد الاكل في يصير عنده تخمه ما بيشرب سوائل، كمان هي بتاثر صحيا بشكل شيء طبيعي. نحن مشكلتنا انه ما منتبه انه الكلى تبعنا الا لتهجي هجمات الكلى. هجمات الكلى مثل كريزات الطلق، يعني مو طبيعيه، يعني ما يستهان فيها، واللي يضايقها بيعرف شو يعني هذا الحكي.
بس الفكره هي هذا عضو من اهم اعضاء جسم الانسان، يعني الفلتر تبعك اذا انسد الفلتر تبعك صار التنفيخات اي شيء خلل بالكلى فورا يرافقه فورا مع مرض ضغط، حتى لو كان ما عنده هالمشكله انتبهوا على النقطه هاي. الفكره الاساسيه كمان مكب نفايات الادويه كلها عندك يا 70% الدوائيات كبة نفائية عندك ياها بفترة بالكلى، لذلك المسكنة إذا ما كانت عندك جودة كليتك عالية لا سمح الله إذا احتجت لدواء بيمنعوك عنه تماما. ننتبه لشيء اسمه الديكلوفينات، يعني رغم انه حلقتنا مو دوائية ابر الديكلون مو ناخذها على الطالع والنازل، هي مدمرة للكلى خاصة الناس بيشوفوا سحر العجائب تحسنوا بعدها، فهي مثل ما بيقولوا التحسن الكاذب، يعني انا مو بدي ظبط قرني واضرب قرني، فانتبهوا من هالنقط هي، وخاصة لأنه الكلية اضطرابها مفاجئ. نرجع لفكرة الناس اللي ما بتحب تشرب مي، هلا هي فيها أنها سبحان الله قدرات على شرب الماء وهي تدريب، يعني كيف أنت رياضة أول شيء ما بتلين معك بتفوتي عندك ياها للحركة اللي بدك ياها، بعد شوي الممارسة الممارسة الممارسة، أول بده يعمل الإنسان حسابه على مكتبه ناح عم يتفرج عم يتابع شي شغلة عم يقرأ قرآنه وهو ماشي عم يقرأ جزء قرآنه بالليل بيحط أنينة المي وبيرتشف ارتشاف، هذا الفهم بتعامل الماء. النقطة الثانية أنا مو ضروري اليوم سمعت معلومة إنه أنا لازمني 7 أكواب اليوم أنا بلش انتقل من كوب انتقل من كوب لسبعة، ما بيتضايق جسمك دربه على شو متعود دربه على طلب الماء، يعني انا ارتشف الماء ذكر حالي بموبايلاتي في برامج هلا كثير صايره انه شاب هلا المي هلا بيتذكروا المي فقط فتره المغرب بيتذكروا المي فقط قبل ما يقدم الصبح بـ3 دقائق يعني بتحسي حتى وصل لمرحله وين الهي المي ما بتتذكر هيك بدها تضل ماشيه معك من اذان المغرب لفتره السحور، اياك ثم اياك تلقي الماء عندك يا فردجه لانه هي على المدى البعيد بتمدد لك الالم، بتلاقي اللي بيشرب مي على بعد دقيقه نفس الالم بالمعده صحيح، وبعدين كانت عندي معدتي بتستوعبني باول رمضان صحن ونص هي مددت لي اياها على اخر رمضان تصير تستوعب كوب صحنين ونص لانه بتمدد المي بيكبر المعده طبعا اذا فات فردشه طبعا بيكبر. يعني بيقولوا لك هل المي بتسبب بطن؟ طبعا بتسبب بطن اذا دخلت بشكل خاطئ طعام تم التمدد لانه في كثير من الناس خلال الاكل بتشرب مي وبتعمل عساره هضم اذا اجت فاتت بكميه غير كميتها الصح. هلا هي يمكن اغلب الدراسات بتقول انه بعد الاكل بساعه لحتى لازم نشرب مي تقريبا، يعني شوفي صدقيني ما في قاعده بهالنقطه بس قصدي مشان صحه المعده، يعني الصحه انه بالعكس تشربي شويه مي حتى تمز جين مادة بس مو بكثرة قصدي يعني على بهالنسبة واشربها يعني ايوه ليش؟ لانه انت هلا انت جيبي ابرة وفوتيها على انينة فيها شوية مي ورجي هالانينة برجع بقول كثير بتضرب بجدران الانينة، اما تعي عبيها وحاولي تحركي الابرة ما بتتحرك مين اللي معك بسبب مقاومة الماء، فهذا الفكرة وقت انت بتحرمي المعدة عملية الثلث الأخير لها حتى تمزج المواد مع مادتها العصارة الهاضمة ولا يمكن أنها تمتزج بينزل الأكل على الاثني عشر مو مهضوم. طيب في سؤال دائما يمكن عند الكل انه انا بشرب بعرق سوس لانه بيحبس لي السوائل بجسمي، انا بشرب مدري شو لانه ما بخليني اعطش، هي التفاصيل او هي المشروبات كمان بالنسبه لمرضى الكلى وحتى لمو مرضى الكلى قديش صحتها؟ هلا شوفي عرق السوس على فكره مشروب رائع، على فكرة أنا من الناس اللي بحس إنه على شربه برمضان صحيح هو لكن على بس يعني في ناس بتحبه في ناس ما بتحبه في ناس خلاف كبير على عرق السوس، لكن احنا بنعرف انه عرق السوس يحتوي على مواد تشبه اشباه الكورتيزونات يعني تعمل تنفيخ بالجسم، لكن لها على فكره انا بحس مرضى القرحه المعدي القرحه مع تبع المعده يشربوا عرق السوس خاصه فتره رمضان موسم لهم تقتل القرحه نهائيا، يعني هي مضاد التهاب رائع جدا لمرضى القرحه واحسن من مرخيات المعده، يا ريت في عندنا فتره مره نحكي عن المعده وقديش دمار ال- 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 الواقيات المعده قديش بتعمل على المدى البعيد ارتخاء عضلات وقصص وهالسير، لكن انا الناس عندها قرحه معديه ما تشرب عرق سوس هي عن جد خاطئه، لكن اذا كان في عندنا بوادر ضغط عالي وادويه ضغط عالي وهالقصص هي وامراض تبع غدد درقيه ولمفيات وتوزمات انا افضل يعني دواء ايه مره هيك بس مو كل يوم على المغرب بدي اشرب بريء عرق سوس، لا غلط هذا الحكي، يعني حتى نحن بنستخدم العرق سوس بعلاجات طبيه رهيبه جدا
لكن الفكرة الأساسية أعرف هل هو بيناسبني بكسرة ولا ما بيناسبني، شو كميتي. سبحان الله وقت بيسأل شوي بيدور بيلاقي جوابه الإنسان، وهو وقت فن تعاملك مع الغذاء ما تنحرم شيء، بس تعرف إمتك تحط كل واحد بوقته. أكيد أنا مثلا عندي فستان سهرة ما بطلع فيه على وظيفتي، ونحن هيك نتعاطى مع الأكل، نحط الأكل الغير الجيد والصحي بس بأوقات غير مناسبة، فمنلاقي حالنا فتنا بالحيط بهالقصة هي. يعني الحديث معك ما بيخلص دكتورة صواب، بس وقتنا خلص، ودائما معلومات قيمة ومفيدة مع حضرتك. نتشكرك بالختام الدكتورة صواب الغبرة أخصائية تغذية على وجودك معنا. شكرا كثير. شكرا كثير لك وصيام مقبول يا رب دكتورة.